كاملين اكيد بفقرات صباحنا على اليوم. اكيد فرح، ورح اروح لفقره تانية ايضا كمان عم تحكي عن شيء متميز، وخصوصا بهي الفتره شفنا كثير بزمن الكورونا صار في كثير مشاكل، ان كان التوجه لطبيب، ان كان حاجات الناس كثرت الطبيه، وكان البحث من الشباب السوري انه كيف ممكن نلاقي هي الحلول واطباء متميزين. رح نحكي اكثر عن تطبيق سماعه حكيم اللي هو عباره عن مبادره شبابيه تطوعيه كان لها دور كبير بتخفيف الضغط قدر الإمكان عن الأجهزة الطبية ومحاولة مساعدة أهلنا طبعا بسوريا بخطوة صغيرة من خلال تقديم استشارات طبية وعلاجية مجانية بزمن الكورونا. واليوم كمان لهم كان مشاركة بالملتقى الاستثماري الريادي الأول عبر التطبيق السوري اللي جمع المتبرع بالحالة المرضية للي بيرغب طبعا يدعمها بشكل مباشر. لنحكي عن هالمشاركة وأهمية التطبيق معنا الدكتور حسين نجار والدكتور سومر شلبي. أهلا وسهلا، صباح اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، عندك اهلا وسهلا فيكم سلمى. تقبل اكيد هتميز مع بضم مميزين ولهم انجازات، لكن خلينا نفوت اول شيء بتفكير كثير صغير لسماعة حكيم قبل ما نكمل بباقي التفاصيل. سماعة حكيم هي صفحه بالبدايه، بلشت صفحه من حوالي 4 سنوات او صاروا 5 هلا، من 2017 بلشنا. كان هدفه هي نقل معلومات من طلاب الطب لعميد كلية الطب البشري، وقتها كان الأستاذ نبوغ العوا. بعد ما حققنا انتشار ضمن الصعيد الطبي، قررنا انه نحن ننتقل لنقل المعلومات الطبيه الموثوقه. كثير في وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي في عندنا صفحات عم تنشر معلومات مو صحيحه، الا نحن بدنا ندخل بهذا المجال. اجت فتره كورونا فعمل توسع كثير كبير للصفحه، هلا عدد متابعي الصفحه بفوق 600,000، يعني 616. عملنا تطبيق اسمه تطبيق سماعة حكيم، هلا بنحكي عليه بعد شوي، وعملنا موقع اسمه سماعة حكيم. اشتغلنا مبادرات متعددة، الفريق اللي بيشتغل على سماعة حكيم كتطبيق وصفحة وموقع بيتجاوز 150 طبيب. فهي رقم يعني الحمد لله في كثير أطباء وكثير طلاب طب عندهم رغبة بالتطوع ونحن لقيناهم. طيب هاي التجربة يعني صار عمرها أكثر من سنة وعم نشوف النتائج، وخصوصا هلا أي حدا بيفوت بيكتب سماعة حكيم بياخد المعلومة الأكيدة مثل ما حضرتك قلت، وأيضا بيدخل بتفاصيل هذا التطبيق اللي هو الأول من نوعه كان بسوريا. هاد كان الخطوة الأولى اللي بلشتوا منها لتفوتوا بعدين تعملوا التطبيق الثاني. خلينا نحكي عن نقلة التطبيق الثاني اللي شاركتوا فيه بالملتقى الأخير. تفضل دكتور. هلا دكتور سومر صديقي هو المسؤول الطبي بتطبيق سماعة حكيم. نحن بالملتقى ريادة الأعمال كان تطبيق كفو انا اللي قادر يعني اشرح لكم لانه انا كنت موجود، دكتور سومر كان عنده مناوبات. فاذا بتحب تحكي بس عن التطبيق. تمام. التطبيق ميزته انه رقم واحد هو ماله ربحي، يعني مجاني متاح لكل المستخدمين. رقم اثنين ميزته بالتنوع يلي بقلبه فيه، عندنا اكثر من بند، يعني غير انه طلب الاستشاره ايضا المعلومات الخاطئه تماما الخاطئه، او فينا نقول المقالات او الشيء التوعوي او الشغلات الاساسيه اللي ممكن تنزل على الصفحه كمان ممكن تنزل على التطبيق. والتطبيق والصفحه كلياتهم مربوطين بموقع خاص بالسماعه، ايضا موقع يعني ويب سايت رسمي. ومن الميزه اللي كمان اللي تميز فيها التطبيق انه سرعة الرد، يعني نحن بالنسبة لنا انه بيتم طلب الاستشارة بوقت ما راح اقول لك انه نموذجي بنفس اللحظة، بس انه بنفس اليوم ممكن ياخذ رد على الاستشارة. واحيانا بيتم فرز بين الاستشارة الضرورية او فينا نقول السريعة الملحة وبين الاستشارة العادية. وفي ميزة كثير مهمة هي المتابعة، يعني انا مو انه مجرد تطبيق، انا قدمت خدمة انه سؤال جاوبت انا المريض عليه، لا، المريض بيتابع ممكن يطلب نفس الطبيب، ممكن يطلع عنده طبيب ثاني، بس ممكن يرجع يطلب نفس الطبيب اللي تابع له الاستشاره. ممكن يكون موجود ارقام موبايلات للتواصل المباشر مع الطبيب، او بنكتفي بالرد عن طريق التطبيق؟ هلا هذا الشيء ماله ممنوع، يعني هو متاح اكيد، لكن الشيء اللي عم يتميز فيه التطبيق سهوله التعامل فيه، عم يكون احيانا عم يوصل لدرجه انه اسهل من التعامل عن طريق انه اتصال هاتفي. حتى نحن عن طريق الصفحه فعلنا أكثر من فترة الخط الساخن اللي هو استشارات هاتفية بفترة الكورونا، يعني كنا كتير بعازة لإلى هاي القصة، في عنا رقم معلومات خاطئة منتشرة بشكل في عنا رقم كبير. ساخن مو بس للاستشارات إنه هي المعلومة صح كاستفسار عن معلومة، لا، حتى ممكن إنه نحن في عنا حالة مرضية معينة ممكن يستشير الطبيب هل هو بحالة إلى
انه نحن نتابعه بالبيت ولا لا، بحاله الى زياره طبيب ولا بحاله الى زياره منزليه ولا بحاله الى مراجعه المشفى. طيب اذا بدنا نتابعه شو النصائح شو التوصيات؟ هذا كلياته كان متوفر تمام. هلا بس بالدرجه الرئيسيه عن طريق التطبيق، يعني بسبب نحن بالعصر السرعه، عصر السرعه، عصر الالكتروني، الذكاء الصناعي، فصار التعامل عن طريق التطبيق يعني بعتقد انا اسهل والطف من انه الطريقه القديمه الكلاسيكيه استشاره هاتفيه حاليا. عرفتوا كيف؟ هلا بضيف ميزه دكتور سومار، هي سريه يعني. هي الميزه نحن لما نزلناها على التطبيق يعني عملت انتشار واسع بمواضيع نحن ما كنا نطرق لها. المواضيع النفسيه في يعني الاشخاص ما بتحب احيانا تحكي بعض المواضيع النفسيه او المواضيع اللي لها علاقه بالولاده، بيحاولوا يبعدوا شوي عن انه يحكوا بشكل واضح عن الحاله النفسيه طبعا. او التعب النفسي اللي هن فيه. هلا المميز بالتطبيق انه الطبيب ما بيعرف مين المريض اللي عم يحاكي يعني ما بيعرف انه هو ذكر ولا انثى، لذلك بيتم تحديده. فهي النقطه كانت كثير مهمه بانتشار التطبيق. بالاضافه خلينا نقول بلغه الارقام، التطبيق حاليا عليه اكثر من 30,000 تحميل، اكثر من 40,000 استشاره. هذا الرقم هو رقم واحد بسوريا بدون منازع، والحمد لله يعني حققنا نجاح كبير. لسه نحن بنطمح لانتشار اوسع ان شاء الله بالفتره القادمه، على بنشتغل على تراخيص ونامل انه نحصل عليها بسوريا. هي استشارات الفيديو، التطبيق هلا حاليا كله مجاني، بدنا نحاول نطلع باستشارات فيديو لنرفع، يكون جزء منه مأجور لنرفع من سوية التطبيق اكثر واكثر. طب بالمأجور خلونا بالمجاني. هلا نحن والله الفتره الماضيه دفعنا كثير يعني على التطبيق من ناحيه البرمجه ومن ناحيه حجز الدومينات. أكيد. في حجز السيرفرات، في تكاليف التراخيص، تكاليف كثير كبيره. ارتقينا بما انه الوضع الاقتصادي هو ما كثير مريح يعني للمواطن، انه نحن نضل الاستشارات النصيه مجانيه. الاستشارات الفيديو لمن يرغب هي حتكون مأجورة ولا حتكون كثير باسعار مدروسه. حتى في جهات ممكن هي تغطي لنا هي الحاله. هذا اللي كان بدي اسالك عنه، يعني اليوم كمان بظل هذا الوقت وانتشار التشخيص على الانترنت، في كثير ناس بيقولوا لك او كثير اطباء انه التشخيص بده زياره، يعني بده مثل ما بيقولوا زياره سريريه، لحتى اوقات في تفاصيل ما بيعرفها الطبيب الا لما بيعاين الحاله، فهذا كثير ضروري يكون موجود. هل الفيديو بيغني عن هذا الموضوع او هو خطوه، ولا انتم حافظتوا كمان على الزيارات اللي كان المنزليه او غيره، لانه كمان هذا الشيء بيهم الناس؟ اكيد اكيد، لا اكيد ما لحنا نلغي الزيارات يعني اكيد عند العياد بالعياده، لانه هي ثقافه عامه اللي هي تليميديسن، يعني هي الطب عن بعد. ما بتغني ابدا الزياره عند الطبيب، بس ممكن توجه يعني في شخص ما بيعرف حاله مثلا بيروح على طبيب عينيه ولا على طبيب اذنيه، في عنده مشكله مختلطه بين عده اختصاصات، باستشارته على الفيديو نحن حنوجهه. صحيح. بعتقد الاستشارات هي رح تساعد اكثر انه يكون في زيارات عند الاطباء، ما رح تقلل زيارات الاطباء. هلا في فكره يمكن انتشرت بشكل كثير كبير بزمن الكورونا خلينا نقول، او حتى مستمره لهلا، هي فكره المعلومات الغلط يلي كثير بتنتشر على الفيسبوك وبتلاقي اقبال بشكل كثير كبير، حتى في كثير ناس يمكن بيحاولوا يقلدوها بدءا من المعلومات البسيطه كريجيمات وانتقاءات بقصص ممكن تعمل مشاكل كثير كبيره. هون هل كان في مقالات توعوية؟ بعض الناس ممكن سألتكم هل هي صح أو غلط وحاولتوا أنتوا ترشدوها للصح، كيف كان التعامل مع هذا الموضوع؟ تمام. هلأ بسنة 2020 وسنة 2021 إلى الآن الحمد لله، بس الفترة الذروة الأولى والذروة الثالثة تقريبا خلال السنة الماضية واللي قبلها، في العديد من المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي، في منصات طبية بيكون يعني إنه هي شو اسمه متخصصة بالنشر، بيكون في عندها طبيب متخصص بينشر، بس في منصات اجتماعية كبيرة أحيانا بيكون عليها اسم كبير، عليها عدد متابعين كتير كبير وصولها لكل الجمهور السوري، هي أحيانا يعني بتاخد منشور مثل ما هو من صفحة تانية ممكن تحطه بسبب إنه هي إلى وصول وبيصير عليه تفاعل. فكنا نشوف هذا الخطأ أحيانا كتير، كنا نحاول نصحح دائما. أنا على بالنسبة للنشر العلمي كان الصفحة أكثر يعني من التطبيق، هو مباشر استشارة بين طبيب ومريض. بالنسبة للنشر العلمي التوعوي كان على الصفحة أكيد، كان عندنا برنامج بصراحة، كان عندنا سلسلة برنامج ما يقارب 30 ل 35 طبيب بينشروا بسياق الموضوع. موضوع نقص الشم مثلا تم تداوله من وجهة نظر خاصة ومنفردة بالسماعة وبأطباء السماعة مثلا. موضوع مثلا تخفيض الحرارة، موضوع ايمتى الطبيب بده زيارة منزلية وايمتى الطبيب بده يراجع مشفى، موضوع الأكسجين، موضوع الأدوية الالتهاب مضادات الالتهاب، موضوع الفيتامين سي، موضوع الزنك، كلياتهم اللي انتشروا بالفترة الماضية تم يعني إلقاء الضوء عليهم وبالتفصيل الجيد يعني عن طريق المقالات التوعوية طبعا، فيني أقول لك المثبتة علميا.
او المسنده بالدليل، يعني ما كنا نحن انه شو اسمه ننشر شيء على بناء على راي الطبيب او على خبرته الشخصيه، لا لا، وانما شيء عالميا، يعني يقولوا مثلا الزنك بيفيد او الفوار مثلا الفيتامين سي بيفيد، نفتح نقرا نحن نشوف الدراسات نشوف التوصيات هل ثبتت فائدته ولا لا وننشرها للعالم، بحيث انه تعرف الناس تطمن، واحيانا ممارسه خطا تلتغى، احيانا ممارسه صح نأكد عليها، احيانا ممارسه خطا ولو انه الناس كلها عم تساويها، ولو الاطباء ممكن اطباء كبار بعياداتهم عم يعملوا هذا الشيء، ليش؟ لانه درج، لانه ايه، فممكن نحن خطا شائع، احيانا ممكن اطباء كبار يعني واطباء معروفين واسامي عم يعملوا هذا الشيء لانه الناس كلها اللي حواليهم عم تعمل، فنحن كنا لا نوضح انه هذا الشيء تم اثباته عالميا، هذا الشيء لم يتم اثباته، وكان الحمد لله في عنا يعني فكره فينا نقول نحن وفرنا كثير على العالم، بحيث انه الزياره المنزليه حتى كانت ما لها ماجوره، الزياره المنزليه كانت مجانيه، يعني أمننا طرف أو أكثر من طرف بحيث أنه يمول التكاليف الزيارة. ردي هذا الأمر سلمى بشي لعبة كتير كبير تماماً بوقت الكورونا، وفرنا كتير على المواطن وعلى أهله وعلى على عائلته أنه ينزل على المشفى، بحيث أنه في طبيب متخصص معه أجهزة الفحص السريري الكافية نفسها الموجودة بالإسعاف، يقيمه بالمنزل إذا بده خطة علاج بالأكسجين بالبيت وأدوية الالتهاب. قد ايش في ناس استفادت، قد ايش في ناس كنا نسمع دعاوي تدعي لكم وللفرق التطوعيه الثانيه اللي اشتغلت بالوقت اللي في ناس استغلت علمها وتاجرت بحياه الناس، وصرنا نسمع ارقام فلكيه لحدا يروح يعمل معاينه، هي اذا قبل وتكرم يروح على البيت يعمل معاينه لحدا بالوقت هذا، انتم كنتوا موجودين بكل خبرتكم، اكيد هذا الشيء كثير مهم ونحن فخورين فيه. قبل ما نختم حديثنا، بس تطبيق جديد رح يكون في قريبا على سماعه حكيم، ام هو تطوير لسماعه حكيم؟ هو تطبيق يتبع لسماعه حكيم، هذا التطبيق اشتركنا فيه برواد التحول الرقمي، الفكره كانت من اصل اكثر من 200 فكره، ترشحنا لاخذوا 20 فكره، طبعا بوجه تحيه لاتحاد وطني طلبه سوريا ورواد جمعيه رواد الاعمال، من ال 20 فكره حصلنا على تدريب ممتاز على بعض النصائح الاقتصاديه، نصائح قانونيه لنعرف كيف نطلق التطبيق، يعني الحمد لله ترشحنا لملتقى الاستثمار الريادي، بهذا الملتقى فكره كفو اللي هلا رح نحكي عليها بشكل سريع كمان حصلت على تمويل من 3 بنوك الحمد لله. التطبيق باختصار هو تطبيق رح يكون مجاني، رح يكون خيري، رح يربط بين المتبرع وبين الحالة المرضية اللي بحاجة التبرع. كثير حلو. شفنا شو المشاكل عند الأشخاص بتتبرع، اللي هي باختصار إنه أنا مثلا بتبرع ما بعرف مصاري وين عم بتروح، أو ما بعرف إذا هي الحالة مثلا في كذا واحد وصل له تبرع من عدة أشخاص، أو هل الحالة مستحقة أو لا. فتطبيق كفو رح يربط المتبرع بشكل إلكتروني، بيدخل بيحط اسمه الحقيقي أو الوهمي، بيحط مبلغه بشكل كامل، بيحوله بشكل كامل بدون مصاريف إدارية أو بدون مصاريف تشغيلية، بتروح بشكل كامل لعند الحالة بحاجة مساعدة. طبعا بتكون مدروسه من قبل اطباء من طرفنا، اذا حب المتبرع يدرسها من اطباء من طرفه كمان ما في مشكله، الاسم رح يكون مخفي للمريض، لما بيدفع له المتبرع رح نربطه بشكل مباشر ليتاكد انه مصاريف وصلت بشكل كامل. بعتقد انه هذا التطبيق لما رح يكون على ارض الواقع رح يوصل بعتقد عشرات ومئات الملايين، لانه نحن بناء على تجارب سابقه اشخاص من سوريا ومن برا سوريا حبت تدعم حالات متنوعه بدءا من 3000 ليره لأرقام بعشرات الملايين، يمكن حتى 1000 ليرة هي ممكن تعمل فرق، أي مبلغ مهما كان صغير أكيد. هو قادر يعمل. نحن بنشكرهم، يعني في شخص تواصل معنا أنه أنا بدي أتبرع ب 3000، بدي أقدم دعم لهي الحالة ب 3000، نحن ربطناه بأحد الجمعيات، يعني 3000 بعتقد أجار مواصلات رح يروح جزء كبير منه، بس في ناس عندهم الرغبة والإرادة أنه هن يساعدوا الحالات طبعا الإنسانية. أكيد أكيد نحن بدنا نشكركم أكيد، وبنتشكر كل الفريق اللي ما قدروا يكونوا موجودين معنا، بدي أتمنى لكم كل التوفيق، أي عمل خير مهما كان صغير أكيد له صدى خاصة بهي الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها كلها، كل الشكر لكم وموفقين يا رب. شكرا كثير لكم، وجه تحية للأطباء كلهم اللي عم يشتغلوا معنا بالتطبيق، يعني أطباء ما عم يطلعوا على الضوء بنفس الوقت عم يشتغلوا بشكل مجاني من سوريا، أطباء سوريين من سوريا وبرات سوريا. أكيد بدنا نشكركم، شكر وجودكم.